صديقات الأصدقاء، السلام عليكم وعليكم ومرحبا بكم في فيديو واحد آخر جديد في قناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية. رجعنا من جديد لحكاية الجثة اللي لقاو في الثلاجة في شي دار ديال الكرا في منطقة سباتة في كازا القوان نهار الأربعاء اللي داز. سبق لي درت عليها فيديو، دابا رجعت ليها حيت كاين فيها الجديد وكاين معلومات دقيقة حول هذه الجريمة. رجعنا أيضا باش نصحو بعض المعطيات اللي ما كانتش دقيقة، سبق لنا قلناها في الفيديو السابق وما كانتش دقيقة. غادي نعطيكم الدقة في هذه الجريمة، خليكم معنا ما تمشيو فين. أول معلومة هي أن هذه البنت اللي لقاوها في الثلاجة ماشي بنت قاصر وماشي بنت مدينة فاس كما أشيع وتم تداول ذلك. البنت هي في أواخر العشرينات من عمرها وتبين بلي كتنحدر من منطقة في إقليم الرشيدية وبلي عندها عائلتها في كازا وعندهم كانت قبل ما تختفي وتورى عن الأنظار وفي ظروف غامضة. في الأول كانت الشكوك كتحوم حول أن شي بنت من مدينة فاس كانت اختفات في دجنبير من العام اللي داز، لكن لدئان بينات أقول الحمد النووي بين على أن هاد البنت من الرشيدية وهي البنت اللي سبق لعائلتها قدموا بلاغ وشكاية هذه تقريبا شي 4 شهور قدموها للمصالح الأمنية على الاختفاء الغامض ديالها. البحث عليها ما بقى داز واحد المدة طويلة وما كيقلبوا عليها لا البوليس ولا العائلة ديالها، ما وصلوا والو حتى غادي تلقى هاد الجثة للأسف الشديد مخبية في الثلاجة وماشي مقطعة وعلى الطروفة وكما تم تداول ذلك في الأول. هذه حقيقة واحدة أخرى غادي نزيد نوضحها في بقية الفيديو، خليكم معنا. هاد البنت كانت مخطوبة مشي واحد، هاد الواحد عيات العائلة تقلب عليه بعد ما اختفت البنت ديالهم، زعما باش تسولو فين مشات، خلو فين قلبوا عليه مازال ما لقاوهش لحد الآن، حتى هو اختفى في ظروف غامضة ومن ديك التاريخ يعني هادي 3 شهور تا هو باش اختفى. هاد السيد هو اللي كرا الدار من مولاها، وهاد مول الدار كيكريها للعزاب الدراري اللي ممزوجينش. الدار كاينة في واحد الحي سميتو المسعودية في سباتة. السيد كرا الغرفة وخلص مول الشي وجا واحد الفترة وهو يغبر على غفلة، يعني ما انقطع ما بقاش كيخلص الكرا ديالو، ومول الدار بقى حاير شنو غادي يدير، ما هو قادر يهرس الباب ولا هو لقى اللي كرا ليه ويعطيه رزقه. بقى على هاد الحال مدة حتى غادي يشمو الجيران الريحة كريهة من بعثة من الدار، يعني كتخنق. السيد يعني مول الدار والجيران مشاو خبروا البوليس، ونهار الأربعاء 5 أفريل 2023 غادي يهرسوا الباب ويدخلوا. صدمة أو بالحال غادي يحلوا الباب لأن الساروت عند مول الدار. الصدمة كانت كبيرة للجميع، لقاو الجثة ديال البنت مخزنة مخبية في الثلاجة وهي المصدر ديال ديك الريحة اللي كانت عاطية للزنقة. في هذا الفيديو اللي كتشوفوا الدار هي هذه فين كان واقفين الناس البوليس، كان هذه العملية القتل اللي كانت العملية ديال المعاينة وجمع الأدلة باش يقلبوا على هذا. هذا هو ديك المقطع ديال الفيديو واللي فيه اللحظة اللي تم اكتشاف الجثة والقيام مصالح الأمنية بالمتعين. لابي جي والشرطة العلمية والتقنية عينت هذه الجثة، قلبت على القرائن وسمعت المول الدار والجيران لعل وعسى يوصلوا لشي جديد مفيد في هذا البحث. الجثة تهزت للامورك، البحث مازال، جيران مول الدار هما اللي عطاو معلومات على الولد اللي كان كاري وحتى هو اختفى ما بانلوش الاثر. حتى اقارب البنت عطاو معلومات عليه حيت كان خاطب بنتهم وباغي يتزوجها وغابو غبر، غابو بجوج ما عرفوهمش فين مشاو، تاخد يلقاو الجثة ديال البنت وهو مازال ما لقاوهاش. البوليس نشروا واحد البرقية خاصة تم التعميم ديالها على جميع المصالح الأمنية في مختلف المدن المغربية. فيها هاد البرقية فيها معلومات على الشخص المطلوب، الهوية ديالو شكون هو، حتى الصورة الافتراضية ديالو تم التعميم ديالها باش يقلبوا عليه لعل وعسى يبان فشي بلاصة. كاين احتمالات كثيرة فين يكونوا مشاهد السيد اللي غبر ولقاو الجثة ديال البنت فين كان كاري
هو اكيد غادي تكون عنده علاقه بهذا الجريمه، هذا التخمين ديالي والله اعلم و100% من، لكن فين يكون مشى؟ يقدر يكون دار في راسه شي حاجه، الله اعلم، ربما انتحر، وربما يكون غبر هرب وتوالى على الانظار بعد ما ارتكب هذه الجريمه او ارتكبها بالخطا، ويقدر يكون هو والبنت ضحيه ديال شي جريمه من وحدين اخرين. الاحتمالات كثيره ويعلم الله شنو وقع، والبحث غادي يبين كل شيء اكيد. دابا الجثه ديال البنت لقاوها، الخطيب ديالها مازال، الا كان حي غادي يتشد شحال ما طال الزمان، حيث هذيك البرقيه تم التعميم ديال على كل المصالح الامنيه والوطن، واكيد غادي يشوفوه في المغبر غادي يجيبوه. ولا كان داير شي حاجه اخرى في راسو، هذاك موضوع واحد اخر. ولا كان شي وحده اخرى، شي حاجه وحده اخرى من غير هذه الاحتمالات، دابا يبين التحقيق اكيد. السيد المختفي المشتبه في كونه يقدر يكون هو القاتل. هاد السيد في الاربعينات من عمره كان تقدم خطب البنت من العائله ديالها، وغالبا مشات معاه لفين كان كاري ديك الغرفه، وفين لقاو الجثه في الثلاجه. وهنا غادي نصحح واحد المعلومه الخاصه بالعثور عليها، كما قلت لكم في الاول راه ما لقاوهاش مقطعه وكذا وكذا، معلومات وكما نشرتها جريده الصباح اليوميه كتكذب هذا الشيء، ما تم تداوله من ان اللي قتل البنت قطع الجثه ديالها الى اشلاء وخباهم في الثلاجه قبل النهار. واكدت ان المعاينه الاوليه للجثه كشفات عدم وجود اي اثر لجرح او خدش، يعني السيده ما مجروحه ما مقموشه ولا هي مقطعه كما تم تداول ذلك. وهنا للتصحيح فقط، يعني الغموض كاين في هذه الجريمه، والبحث مازال متواصل فيها، واكيد غيكشف الحيثيات والظروف والاسباب ديالها. المحققون هنا كيستحضروا جميع الاحتمالات الممكنه اللي قد تكون، غالبا غادي يكون هذا الخطيب هو اللي متورط في الجريمه، او بالحرى في القتل ديال الخطيبه ديالو دون نيه القتل، يعني ربما ما عندوش النيه. كاين بزاف المعطيات اللي كتبين هاد الفرضيه هذه، بحكم ان الجثه ديال البنت ما عليهاش اي اثر العنف، يعني ما معنفاش وما عليهاش اي علامه للمقاومه، يعني ما قاومات، يعني السيد ما ضربش معها ولا شي حاجه باش قاومته ولا شي حاجه بحال هادشي قبل ما تموت. الفرضيه اللي محتمله هي قتل كل الخطيبان، اختلف وقع شي سوء تفاهم بيناتهم، وقع شي خلاف ربما، وقدر يكون تطور للتلاسم، يقدر يكون دفعها، يقدر يكون دفعها بقوة وطاحت وراسها ضرب مع الأرض، أو ضرب في شي حافر، شي دروج ولا شي صور ولا شي حاجة، ومن تماك ربما أغمي عليها حتى فارقت الحياة من قوة الضربة. هذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحا. يقدر يكون بعدها السيد ارتابك، خاف، نظرت الجثة في الثلاجة باش ما تطلقش ريحة، واختفى على الأنظار. هذه الفرضية اللي مرجحة قدرت تكون وقعت بنسبة كبيرة، وحنا ما كنعرفوش الغيب شنو وقع بالضبط الله أعلم، لكن هذه الاستنتاجات والله يرحم المرحوم ويبين الحق، والله يأخذ الحق في اللي كان حيلة وسباب واللي تسبب في الوفاة ديالها. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة، دمتم أوفياء للقناة.